يلا يا ابني روح هتبص لقنا واحدة مين. حلقة جديدة مع قناة دكتور أوجستين هنتكلم فيها بإذن ربنا مراحل تعامل الله مع البشر حتى تدوين الوحي. هنتكلم في النهاردة عن مرحلة من داود النبي لغاية سبي بابل. من داود النبي لغاية سبي بابل المرحلة دي تتراوح من 1000 قبل الميلاد ل 586 قبل الميلاد. أهم سمات المرحلة دي إن هي كانت بتضم عدد كبير جدا من الأنبياء زي أمثال داود الملك، سليمان، نسيان النبي، جاد الرائي، إليشع، وهوشع، وعشية وغيرهم، وكان آخرهم أرميا النبي، وده اللي عاصر السبي. كذلك أنبياء الهيكل الذين يسبحون بالمزامير ويكتبونها بالروح القدس مثل أساف وهيمان ويتسون. ولذلك يقال في صموئيل الأولى إصحاح 10 عدد 5 إصحاح 10 عدد 10 زمرة من الأنبياء. يعني كده برضو حوالي 414 سنة المرحلة دي، يبقى كده مرحلة الخلق لغاية موسى، مرحلة موسى لغاية صموئيل النبي، مرحلة من داود النبي لغاية مرحلة السبي، يبقى كده احنا خدنا 3 مراحل. مرحلة داود النبي، داود وسليمان ونسان النبي وجاد الرائي وإليشع وهوشع وأشعياء، النبوات بقى خيرهم أرميا. أرميا جه وهو عاصر السبي البابلي. هنأكد عليكم تفاصيل السبي الحلقات اللي جاية. المزامير، في كاتب المزامير صبحوا بيها ولا كتبوها؟ لا كتبوها، ركزوا معايا، كتبوها ولا صبحوا بيها؟ صبحوا بيها كتب المزامير داود النبي. في بعض الكتاب منهم أسف ده حصل فعلا اللي هو كتب المزامير، وتفاصيل الكتاب برضه محفوظة في حلقات جاية كتير. لو عجبك الفيديو يا جماعة مشاركة الفيديو وعمل لايك للفيديو.